أقر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بصعوبة التحديات التي تواجهها محادثة فيينا الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. وفي تصريح مقتضب على هامش أعمال اجتماع فيينا، أعرب كيري عن أمله في إحراز تقدم في اتجاه التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع السوري. وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت أمس أن كيري سيحاول استكشاف نيات روسيا وإيران ومدى استعدادهما للقبول برحيل الرئيس السوري بشار الأسد كجزء من الحل للأزمة السورية.